وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. وقفة أخيرة مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 23، الصغرى 15، الإسكندرية 23-14، مطروح 21-11، بورسعيد 23-17، إسماعيلية 25-17، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 24-15، العريش 24-13، طابة 26-15، شرم الشيخ 27-19، الغردقة 27-18، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 28-14، أسوان 30-15، الوادي الجديد 29-10، شلاتين 27-23، حلايب 26-22، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.